بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناة عرب جيرو لينكس ومستمرين بدورة شيل سكريبتنج. اليوم راح نتكلم عن الباك سلاش. الباك سلاش باك سلاش باك سلاش هذه اسمها باك سلاش. راح نتكلم عن فائدة الباك سلاش. بالبداية لازم تعرف ان الباك سلاش تغير معنى بعض الرموز الخاصة بالبرمجة، تمام؟ ما يعني انه ممكن تحط باك سلاش وتستخدم بعد رمز معين ويتغير قيمة الرمز ومعناه في الفعلي. وشلون وش الفائدة؟ خلونا ناخذ أمثلة. الأمثلة هي أفضل شيء للحياة، تمام؟ الآن لو جينا وسوينا ملف شيل طبعا وكالعادة بين باش، خلونا مثلا الآن نطبع أو نسوي متغير اسمه فود. حلو، فود يساوي كبسة. كبسة، أوكي. نجي نطبع مثلا هنا إيكو، وبعدين نحط علامة تنصيص، وبعدين نكتب مثلا I ate food for lunch. حلو. نجي الحين ونسوي حفظ ونطبع. لاحظوا نقول I ate كبسة for lunch، تمام؟ لكن الآن لأن المتغير هذا موجود داخل علامات تنصيص دبل، فهو راح يشتغل بدون مشكلة. لكن افترض أنك حاب أنك تغير اللي هو النص هذا ويبقى ما بين علامات تنصيص، بحيث انه مثلا عندك اكثر من متغير، عندك فود وعندك مثلا درينكس اللي هي المشروبات، درينكس يساوي مثلا بيبسي. اوكي، هي تكتب كذا بيبسي اعتقد كذا، تمام. نفترض انك اند درينك درينكس الله فاهم درينك، تمام. درينكس نقطه. خلونا نطبع الان ونشوف. لاحظ انه يقول لك ايت كبسه فور لانش اند درانك بيبسي. حلو، خلونا الحين نجي مثلا ونبي نعطل واحد منهم. الان لاحظ انه لو حطيت علامه التنصيص هذه الوحدة ما راح تستفيد حاجه. ليش؟ لانه قام عطل كل المتغيرات هذه. لكن نفترض انه لاحظ ان الفود طلعت كفود ولاحظ درينكس طلعت كدرينكس. خلونا نشوف الحين قوه الباك سلاش. الباك سلاش لو حطيناه هنا راح تعطل فود، بحيث انه فود يظهر كنص عادي. لاحظ انه فود ظهرت مثل ما هي، لكن بيبسي ظهرت مثل ما هي بيبسي، تمام. هذه واحده من فوائد اللي هي الباك سلاش. ايضا الباك سلاش تستخدم لمثلا تكمله الاسطر. شلون تكمله الاسطر؟ افترض عندك مثلا الداله هذه اللي هي اكو، تمام، وحاب انك تكتبها بشكل مطول. شلون بشكل مطول؟ خلونا نمسح نكتب مثلا اي ماي ايت فود فور خل مره دينر. لاحظ انك ممكن انك تنزل العلامة هذه وتحط باك سلاش هنا. الباك سلاش لما تحطه هنا وش راح يكون؟ راح يتعرف على النص اللي تحته انه تكمل للسطر، مما يعني انه الان راح يظهر لنا سطر واحد بالشل. طيب and drank drinks for لا ابتا مثلا اعتدنا، اوكي، ونسوي حفظ. الان راح يظهر لنا سطر واحد، بس خلونا نصغر الخط عشان تشوفوه. لاحظ انه I ate cups for dinner and drank Pepsi for after dinner. شيل هذه وسوي حفظ وسوي طباعة. لاحظ الفرق انه هنا طلع سطرين وهنا طلع سطر واحد. طيب هي اساسا فكرته ما لها علاقة بالتنصيص او ما لها علاقة بالطباعة. مستقبلا ان شاء الله احنا راح نكتب functions كبيرة، يعني functions اللي هي عبارة عن اشياء تؤدي اغراض كبيرة. فنفترض انك حاب تركز بالfunction وتقسمه بشكل صحيح بحيث انك تشوفه، راح تستخدم العلامة هذه اللي هي الباك سلاش بحيث انك تقسم ويبقى شغلك على انه سطر واحد. انتهى درس اليوم، اتمنى انكم استفدتوا ومع السلامة.